فقلت نعم من جدك واخاك تحت
فاتنا الحسين عليه السلام والسلام نحب الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله اتأذنني ان اكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي امتي قد اذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن وعلي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فكنت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخيم ابن عم رسول الله فكنت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال لهم عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائك أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا مبعثي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرف الكساء واومى بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصه محامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن ومحبا لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك عليه وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء
الإنسان. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا رب أذنني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط أمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء.